وكفى بالله شهيدا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا. اللهم ويمن كتابنا ويسر حسابنا وأدخلنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا حكيم، يا رب العالمين، يا ودود، يا غفور، يا لطيف، يا جبار، يا متكبر، يا قدوس، يا ملك، يا الله، يا النظر إلى وجهك الكريم. يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فإن هذا النعيم ليس بعد واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لمن حضر هذه الختمة أو سمعها أو أمن على دعائها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء واحفظنا من الوباء وأكرمنا بالدواء وقنا شر كل داء يا رب الأرض والسماء. اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد الحرام وللكعبة المشرفة. اللهم وارزقنا زيارة
قريبة للمسجد النبوي وللسلام على النبي الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارزقنا زيارة قريبة للمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم واحفظ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خاصة وجميع بلاد المسلمين عام يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين الصائمين القائمين القانتين المنفقين المتصدقين المحسنين يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ومولانا لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل الكرم والجود. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا أرحم الراحمين. يا الله يا من قلت وقولك الحق ودعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة، ليلة 27، الحمد لله قرأنا المصحف كاملا من بدايته إلى نهايته بفضل الله وإحسانه وتوفيقه. اللهم لك الحمد، إن أصبنا فمن الله وحده، ومن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. الحمد لله، أسأل الله أن يجعلكم شاهدين لي لا علي. اللهم آمين. كل من حضر هذه التلاوة من بدايتها إلى نهايتها، وكل من حضر ختمتها، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه. اللهم آمين. بإذن الله تعالى نلقاكم غدا على خير في نفس الوقت، الساعة 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبإذن الله تكون يكون بثا طيبا مباركا فيه من الاستضافات الطيبة. إن شاء الله نستضيف الإخوة الأحبة إن شاء الله غدا وبعد غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظنا الله وإياكم، ولا تنسونا من دعائكم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.